السلام عليكم. الخبر اللي نازل على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، انتظروها في الظلام وهددوها بالسلاح، قصة اغتصاب فتاة من ذئاب المريوطية. البنت اللي خرجت من شغلها وخرجت تمشي كالمعتاد في منطقة معينة، الشارع مليان، كان الساعة 11 بالليل. أحد راكبي التوك توك أو الراجل بيشتغل على توك توك بدأ إن هو يتابعها، وبدأ إن هو يبص عليها وهي رايحة وهي جاية. مشي وراها كتير لغاية لما تقدمها، لغاية لما حس ان هي ممكن تركب توك توك معين، علشان كده قرر ان هو يستدرجها ان هي تركب التوك توك. وبالفعل وقف قدامها مرة واتنين لغاية لما قال لها اتفضلي اركبي هوصلك المكان اللي انت فيه. رايح المنطقة الفلانية؟ اه رايح المنطقة الفلانية، انا رايحة معاك. ركبت بالفعل التوك توك. بعد ما ركبت التوك توك على طول، البنت زي ما بتقول لقت الراجل ده بيكلمها بطريقة معينة وبيكلمها بطريقة مستباحة شوية. خافت منه ولكن قالت له انا هوصل للمكان الفلاني ووصلني للمنطقة الفلانية. صاحب التوك توك او اللي كان سايق التوك توك والسواق كلم واحد صاحبه ركب معاه في الحالة. البنت بتقول مرة واحدة فوجئت ان في واحد ركب معانا في التوك توك نفسه. بعدها على طول بدقائق بدأت البنت تقول انتوا رايحين بيا على فين؟ المكان اللي احنا رايحينه او اللي احنا ماشيين فيه مش طريقي. على طول بدأ الشابين ان هما يطلعوا السلاح الابيض وطلعوا المطوة بتاعتهم، قالوا لها لو اتكلمتي هنذبحك. دي كانت الكلمات اللي هي قالتها قدام رئيس المباحث ورئيس النيابة. التهديد الصريح منهم كان على اغتصابها. بدأوا ان هما يتحركوا بالتوك توك وحاولت ان هي تنط من التوك توك، ما عرفتش لان الراجل التاني كان راكب جنبها. طلعوا على منطقة نائية او منطقة مقطوعة في منطقة المريوطية، دخلوا بيها مسكوها تحت تهديد السلاح، حاطين السكين على رقبتها وقالوا لها اي صوت هنغزك على طول او هنضربك على طول او هنطعنك على طول في رقبتك. البنت ما نطقتش وما اتكلمتش. بعدها على طول دخلوا بيها المنطقة اللي احنا اتكلمنا عليها وبدأوا الاغتصاب عليها. اكتر من مرة كل واحد اغتصبها من الشخصين. بعدها رموها على طول بحجة ان انت ما تتكلميش كلمة واحدة، ولو اتكلمتي هنفضحك فضيحة كبيرة والكلام هيجي عليك انت مش هيجي علينا احنا. الموضوع طلع ووصل لغاية رئيس المباحث، والبنت قالت له كل اللي حصل ده كله. في خلال ساعات قليلة كان قدر ان هو يضبط واحد من ضمن الاتنين دول. التاني هربان، بيقولوا ان هو هربان في بني سويف وبيقولوا ان هو في القاهرة، ولكن الاكمنة الثابتة والاكمنة المتحركة اكيد هتجيبه في الساعات الاخيرة او الساعات اللي جاية ان شاء الله. البنت زي ما بتقول الاغتصاب تم تهديد السلاح، ورئيس المباحث اكد حاجة زي كده. بعد رئيس المباحث ما مسك المتهم الاول وقال له انت عملت كيت وكيت وكيت، قال له انا عملت كل حاجة زي ما حضرتك بتقول، ولكن عملنا كل الكلام ده بموافقتها وخدت كمان فلوس عليه. هنا المصيبة الكبيرة الكذب في حاجة زي كده، او لما اجي ارمي البلا في حاجة زي كده. ولكن رئيس المباحث او النيابة اذكى من المواضيع دي بكتير، لان الناس دي بتقول الكلام ده بحجة ان التهمة بتاعتهم تبقى اقل من التهمة اللي هم ممكن ياخدوها. موضوع الاغتصاب تحت تهديد السلاح ممكن يوصل للاعدام، وممكن يوصل كمان للمؤبد، وممكن يوصل لحاجات كتيرة جدا. علشان كده المحاميين او الناس اللي هي بتتكلم او بتدافع عن الجناية بتوعهم، علشان نقولها بالطريقة الكويسة عشان محدش من اخواننا المحامين يزعل مننا، بيقولوا لهم لازم تتكلموا وتقولوا حاجة زي كده. المهم الراجل ده قال على طول اللي هو تم ضبطه، قال انا عملت الحاجة دي بناء على موافقتها التامة. يعني هي كانت موافقة الليلة دي كلها. البنت قالت له في المواجهة انت اخدتني من الشارع وانا كنت راكبة، قلت لك انا رايحة المنطقة الفلانية وكنت شايفاك كانت قدامي وركبت. قال لها وانت بعد كده قررتي ان انت تشتغلي معايا او تعملي معايا وتاخدي الحاجة دي بمقابل فلوس انا وصديقي. المهم البنت اكدت على اقوالها والمتهم اكد على اقواله، ولكن رئيس المباحث اكد الموضوع عن طريق كاميرات المراقبة المتواجدة في الاماكن كلها، وعرف ان الموضوع ده كله من الاول لاخر اغتصاب تحت تهديد السلاح. زي ما قلنا اتمسك الاولاني والتاني هربان، في خلال الساعات القليلة هيتمسك ان شاء الرحمن. البنت حالتها النفسية تحت الصفر، تحت زيرو زي ما بنقول، بسبب الموقف اللي حصل لها. ويا رب ما فيش موقف زي كده يحصل لاي بنت او اي ست في الدنيا دي كلها. الموضوع قاسي جدا، حتى لو هي كمان هنقول ان هي شغالة في موضوع، اسف مش هي، لو هي كمان شغالة في موضوع الدعارة، ما ينفعش تيجي واحد او يجي راجل تحت تهديد السلاح ويغتصبها الاغتصاب ده كله. حتى الموضوع ده فيه اجرام
او بيجرم، حتى لو بتاخد مقابل مادي في حاجه زي كده. ما بنقولش برضو ان احنا بنساعد على المواضيع اللي زي كده نهائيا، ولكن احنا بنتكلم بصفه عامه ان انت حتى لو عملت الموضوع ده تحت تهديد السلاح فانت عملت جرم كبير وتستحق عليه العقاب. لما تطلع سكينتك وتهدد بيه واحده بنت علشان تغتصبها، هنا الجرم اللي احنا بنتكلم عليه. برضو كلماتك اللي بتقولها قدام رئيس المباحث وقدام النيابه ان البنت خدت فلوس او ان البنت كانت موافقه والموضوع ده كله جه عن طريق رغبتها، ما اعتقدش يعني ان هي كانت هتروح متبهدله متقطع هدومها منهاره لرئيس المباحث وتبلغ عنكم في القسم وتقول الكلام ده كله. اهلها هيبصوا لها بمنظر ايه؟ نفسها هيبصوا لها بمنظر ايه؟ المجتمع هيبصوا لها بمنظر ايه؟ حاجات كتيره ممكن نتكلم فيها. يا جماعه مش اي واحده بتنزل شغلها وبترجع متاخر منه تبقى مستباحه للجميع، مش اي واحده ماشيه مشي معين نقول عليها ان هي ماشيه مشي شمال. ممكن يكون جسمها كده، ممكن يكون في غلطه في جسمها، جسمها بيتمايل فعلا يمين وشمال، ممكن يكون نحط مليون حاجه معينه، ولكن مش لازم نبص النظره الحيوانيه الشهوانيه لواحده ماشيه في الشارع ونقول بعدها على طول دي كذا او دي اخرها كذا. بالفعل ده اللي حصل في الموضوع ده تحديدا، الشاب اللي قاعد باصص على البنت دي وبيراقبها وهي راجعه من شغلها وهو لا يعرفها ولا تعرفه، وقال عليها في نفسه ان هي ممكن تكون كذا، علشان كده قرر ان هو يستعمل القوه ويتخطى تخطيط معين ان هو يضربها وياخدها تحت تهديد السلاح ويغتصبها الاغتصاب اللي احنا سمعنا عنه في المريوطيه تحديدا في احدى الاماكن النائيه. مش لازم كل واحده بتنزل تقعد في كافيه، او مش لازم كل واحده شغاله في كافيه او شغاله في محل او في محل كوافير او شغاله في سنتر دروس او شغاله في احدى المصانع وبترجع الساعه 11 و12 بالليل اقول عنها ان هي مستباحه من الجميع. بتنزل الست او البنت علشان اكل عيشها، بتنزل البنت للحاجه للفلوس علشان تقدر تصرف على نفسها وعلى عيالها وعلى اولادها، صغيره او كبيره، حتى الصغيرين بيصرفوا على اهاليهم في الوقت ده. علشان كده لازم اي بنت بتشتغل في حاجة زي كده نقف معاها، مش نقف ضدها ونقول واحدة زي كده مستباحة ولازم ان احنا نفكر ان احنا نعمل لها ايه علشان نكتذبها علشان نغتصبها علشان نعمل معاها الجنس. مش لازم التفكير القذر ده يوصل لدماغكو او يوصل لدماغنا بالمنظر ده. نقف مع البنات اللي هم شغالين في المحلات والكوافيرات وفي الاماكن دي كلها، نقف معاهم مادام بيجروا على اكل عيشهم، ولكن ما نقفش ضدهم ونفكر كمان فيهم بفكر تاني او بفكر شاذ المفروض ان هو غلط تماما. البنت دي اعتقد ان انا اعرف الحالة النفسية بتاعتها 100% لان احنا سجلنا اكتر من قضية اغتصاب وسجلنا مع اصحاب القضايا دي، ربنا يكون في عونهم بعد اللي شافوه وبعد اللي حصل لهم من الحاجات دي كلها، بيدخلوا في مرحلة نفسية تاني العلاج فيها بيستمر لفترات طويلة جدا وساعات كمان بيفشل وبتخسر حياتها كلها وبتخسر دنيتها كلها، ولا حابة ان هي تشتغل ولا حابة ان هي تتعامل مع الناس ولا 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 ولا، يعني خسرت كل حاجة بسبب غلطة واحد، عفوا كلمة حيوان قليلة عليه. ربنا يسترها يا رب على بناتكم ويسترها على بناتنا ويسترها على بنات العرب كلهم، ربنا يكرمكم بالخير يا رب ويبعد عنكم كل واحد شيطان ماشي في الشارع. السلام عليكم.